السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بالتعرف على ميزة العناصر المحفوظة أو العلامات المرجعية على التويتر. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. في بعض الأحيان قد تجد منشور أو تجد مثلا استاتي معين وتريد أن تقوم بمثلا الحفظ أو أن تقوم بحفظ هذا الأخير، وتريد أن تقوم بقراءته من قبل أو مشاهدته في كما قلنا في وقت لاحق، فربما قد تكون مشغول أو لديك بعض الأمور وتريد أن تقوم بمشاهدة هذا المنشور كما قلنا أو تحتفظ به عندك. عندما تريد أن تقوم بمشاهدته يمكنك أن تقوم بمشاهدته عندما تكون كما قلنا لديك الوقت لمشاهدة تلك المنشورات. إذن كيف سوف نقوم بعمل هذه أو استخدام هذا العناصر المحفوظة على تويتر؟ كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالدخول إلى حسابك على تويتر. سوف تجد هنا مجموعة من المنشورات، مثلا أنا أريد أن أقوم بحفظ هذا المنشور وقراءته في وقت الفراغ أو عندما أكون كما قلنا عندما أكون غير مشغول يمكنني أن أقوم بالاطلاع على هذا المنشور. سوف تقوم بالنقر على إضافة إلى علامة المرجعية كما تلاحظون، نقوم بالنقر عليه بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نقوم بالتجول مرة أخرى حتى نجد منشور معين أو فيديو وتريد أن تقوم بمشاهدته لاحقا. يمكنك أن تقوم بعملية حفظ بهذه الشكلة ثم تبحث عن المنشورات. فمثلا إذا كنت تستخدم التويتر أو الموقع إكس بكثرة وأعجبتك بعض المنشورات وتريد أن تقوم بقراءتها أو مشاهدتها في وقت لاحق، يمكنك أن تقوم باستغلال أو استخدام هذه الميزة الخاصة بالعناصر المحفوظة أو العلامات المرجعية كما هو موجود هنا في علامة التبويب الخاص بتويتر. تقوم بالبحث عن مثلا تصفح المنشورات، ثم بعد ذلك عندما تجد منشور معين وتريد أن تقوم بقراءته في وقت لاحق، مثلا أنت لديك بعض الاهتمامات الأخرى ولست متفرغ لقراءة هذا المنشور، يمكنك أن تقوم بحفظه وقراءته في وقت لاحق أو مشاهدته في وقت لاحق. فالعملية رائعة جدا، وسبقا شرحنا هذه الميزة من قبل على الفيسبوك كذلك على الانستغرام وغيرها من المواقع التي تعتمد هذه الميزة كميزة مرجعية أو ميزة لحفظ المنشورات وقراءتها في وقت لاحق. كما قلت سوف تختار بهذه الشكلة عندما تكون كما قلنا لديك وقت فراغ وتريد مراجعة المنشورات التي قمت بحفظها. يمكنك الذهاب إلى العلامات المرجعية، بعد ذلك سوف تظهر لك هنا جميع المنشورات التي قمت بعمل حفظ أو التي قمت بحفظها عند مشاهدتك لها وقمت بحفظها على منصة تويتر، ويمكنك أن تقوم بالاطلاع ومراجعتها كما يظهر لكم الآن. فالعملية رائعة جدا، أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.